من جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولية رانيا المشاط بأن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية يأتي في ظل تحديات كبيرة تستلزم التعاون بين البلدين. وأضافت الوزيرة أنه سيتم توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون مع الجانب التونسي في مجالات عديدة. استكمل أعمال اللجنة المصرية التونسية العليا، ابتدينا امبارح المشاورات التحضيرية. أنا مع المناظر ليا الوزيرة فضيلة الركحي. دي أول مرة اللجنة تلتقي من 5 سنوات، سعداء جدا إنها بتحدث بعد لقاءات متميزة بين القيادة السياسية في البلدين. يمكن بكرة بإذن الله في أكثر من 11 وثيقة في مجالات مختلفة هيتم التوقيع عليها، مجالات التعليم العالي، مجالات خاصة بالرقابة المالية، الزراعة، كتير جدا من المجالات.